منى واصف تكشف أسراراً عن علاقة تيم حسن بزوجته وفاء الكيلاني. ماذا فعلا بعد انتهاء عزاء حاتم علي؟ كشفت الممثلة السورية منى واصف في إحدى المقابلات الحصرية أن علاقة تيم حسن ووفاء الكيلاني أكثر من جيدة، فهي ممتازة. وتأكيداً على ذلك، ذكرت واصف أنه عندما جاءت وفاء مع تيم إلى عزاء حاتم علي كان هذا أكثر رد على الشائعات. وكشفت سراً لم يقله أحد أنهما، أي وفاء وتيم، ذهبا سوياً إلى منزل عائلة تيم في طرطوس. واعتبرت أن هذه أرقى طريقة لنفي الشائعات التي طالتهما حول طلاقهما. وعبرت منى واصف أن وفاء قريبة جدا لها وتعتبرها كزوجة ابنها، وأن أول لقاء كان بينهما في برنامج تخاريف الذي عرض على شاشة MBC، وحينها كسر الحاجز بينهما ونادتها كنتي. أما عن تيم فهي تعتبره ابنها، خصوصاً أنها مثلت دور والدته في كل من الهيبة ومسلسل صراع مع الرمال، وتشيد بأدائه ونجاحه وتفوقه. ودائماً ما تشعر منى واصف بالفخر عندما ينجح فنان سوري، مما يجعلها ترفع رأسها عالياً كما قالت. إذا منى الله ما يسامح يلي ولا يفيقني منه. يذكر أن منى واصف بدأت مشوارها الفني في ستينات القرن الماضي، جسدت العديد من الشخصيات المركبة والأدوار الصعبة. عرفت عالمياً من خلال تجسيدها لشخصية هند بنت عتبة في فيلم الرسالة، رائعة المخرج مصطفى العقاد. أما الأجيال الجديدة فيعرفون أنها ناهد عمران، سيدة الهيبة. بدأت الفنانة منى واصف كعارضة أزياء في خمسينات القرن الماضي، ثم وجدت طريقها للمسرح، حيث شاركت في العديد من المسرحيات لكبار الكتاب العرب والعالميين. ومع تأسيس التلفزيون السوري شاركت في عدد من المسلسلات، وكان دورها الأبرز في مسلسل أسعد الوراق أمام الفنان الراحل هاني الروماني.